الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. الحمد لله ما كان وما يكون. الحمد لله عدد من كبر وهلل. الحمد لله من عبد الله وأطاعه. نحمده سبحانه وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. أيها الإخوة المؤمنون، إن العقلاء والدارسين للمستقبليات كانوا ينظرون إلى هذه الأجيال نظرة تفاؤل، كانوا يظنون أن الأجيال القادمة ستكون واعية مثقفة، ستكون منعمة سعيدة. والواقع أنها أجيال متعبة، أجيال حائرة مع نفسها وأهليها، وذلك بسبب الفتن. لذلكم أمرنا الله عز وجل أن نقي أنفسنا وأهلينا نارا. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. حصنوا هذه الأجيال ولا تتركوها لنار الفتن والمعاصي. أدبوا هذه الأجيال على الرجولة والقوة، ولا تدعوها لنار المعوية، لنار الميوعة والتخنث. علموا هذه الأجيال، علموا هذه الأجيال الحياء والعفاف، ولا تتركوها لنار الفضائح والشهوات. خذوا أولادكم إلى المساجد وجنبوهم نار الشوارع والأسواق. حببوا لأولادكم المصحف الشريف وحذروهم من نار الهواتف والأجهزة الذكية. عباد الله، حصنوا نساءكم، حصنوا بيوتكم، فإن الأسر مخترقة، مخترقة من شياطين الإنس والجن. أسرنا اليوم، أسرنا اليوم هيمنت عليها المشاكل والمصائب والخصومات، هيمنت عليها الانفرادية والانعزالية. الزوجة مع هاتفها، الزوج مع هاتفه، الولد مع الابن مع هاتفه، والبنت مع هاتفها. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون؟ وبذلك كثر الطلاق والانحراف، وملئت درج المحاكم بالملفات الأسر والأزواج. وهذه الظواهر تعد من المعوقات الوظيفية للنسق الاجتماعي الذي بدأت عليه ملامح التفكك والانهيار في القيم والأخلاق، بسبب أن كلا يريد أن يتقمص شخصية الأسد، فيقول ما يشاء ويفعل ما يشاء ويبيع ما يشاء ويشتري ما يشاء ويلبس ما يشاء ويأكل ما يشاء ويسافر متى شاء. الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا. عباد الله، فمن الموافقات والمفارقات العجيبة بين الأمس واليوم أن أجيال الأمس كانوا يربون الخيول ويرعون البهائم ويربون الدواجن لمنافعها أكلا وبيعا، أما اليوم فانتشرت ظاهرة اقتناء الكلاب وتربية الكلاب وجرها في الشوارع. بالأمس كان الناس يلبسون
الألبسة المرقعة بسبب الفقر والحاجة، أما اليوم فيلبسون الألبسة الممزقة باسم التقدم، باسم الغنى والتقدم والتحضر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. بالأمس كان الحياء والكرم والتعاون وما يسمى عندنا في المغرب تويزة مع وجود الحاجة والعوز، أما اليوم فارتفع الحياء وكثر البخل مع وجود الخير والمال والغنى. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا. عباد الله، بعض الوالدين يهتمون بتوفير الماديات، الاحتياجات المادية لأبنائهم، لأولادهم، ظانين أنه هو الواجب، ظانين أنه ذلك هو الواجب، وينسون أو يجهلون أن الواجب لا يقتصر على الماديات، وإنما في الدعاء الصالح لهم، وتحبيب الصلاة لهم، وتحفيظ القرآن الكريم لهم ولو جزءا يسيرا منه، حتى يحصنوهم من أي انحراف أو زيغ. كما أن الواجب على الوالدين، على الوالدين والآباء، أن يملأوا عاطفة بناتهم بحب الأسرة ولا يتركوهن للشوارع. أيها الأب، أيها الأب، وفر لابنتك ما تحتاج إليه من المباح حتى تبغض ما هو حرام. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. عباد الله، نحن بحاجة إلى والد مرب وأستاذ مؤدب ومسؤول نافع وطبيب حاذق ومواطن طيب، والطيب هو الإنسان الهادف البعيد عن العنف والغضب، هادئ السلوك والأخلاق، هادئ المعاملات، لا يخاصم، وإذا خاصم لا يفجر. الإنسان الطيب هادئ في تصرفاته، يراقب نفسه ولا يراقب الناس، يبصر نفسه بعيوبها ولا يشخص عيوب الناس، ولا يعيرهم ولا يسبهم ولا يشتمهم ولا يظلمهم ولا ينقل النميمة ولا يمشي بالنميمة ولا يعتدي ولا يكذب ولا يزور ولا ينافق. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا. الإنسان الطيب إنسان هادئ لا يحمل في نفسه خبثا ولا يتعاطى للخبث كالخمر والمخدرات والتدخين، لا يؤذي جيرانه ولا يعادي أصدقاءه ولا يقطع أرحامه ولا يهدم ما بناه غيره من الخير ولا يقلل من شأن الآخرين ولا يتأثر بالتيار الخارجي ولا يكون إمعه فيتبع الناس، فيتبع الناس، إن أحسن أن يحسن وإن أساء أن يسيء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا. عباد الله، إن أقبح الناس الذين يقنطون الناس ويبدعون الناس ويكفرون الناس دون أن يحببوا لهم الإسلام وأن يقربوهم إلى الله عز وجل. من السهل أن تقول عن فلان فاسق، فلان فاجر، فلان كافر، فلان عاصي، فلان سارق، فلان ظالم، فلان فلان فلانة وفلانة، ولكن من الصعب، من الصعب أن تنجو، أن تنجو من ذلك يوم القيامة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا. عباد الله، عباد الله، احذروا أن تخسروا سمعتكم ومكانتكم مع الناس، وذلك بالمعاصي والذنوب. شاركوا إخوانكم في احتياجاتهم المادية، ساعدوهم، ليس الهمة في المال، إنما الأهم في الإنفاق في سبيل الله. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، إن أنفقتم أنفقتم على أنفسكم، إن فعلتم الخير فعلتم الخير لأنفسكم، ليس الهمة
في الإدارة، إنما الأهم في الرعاية. ليس الهمة في مهنة الطب، إنما الأهم في مداواة الناس. ليس الهم والهمة في أن تحب دينك، ولكن الأهم ماذا قدمت لدينك. ليس الهمة أن تحب وطنك، ولكن الأهم ماذا قدمت لوطنك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، وسبحان الله بكرة وأصيلا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله. فاللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فهذه الأيام وهذا اليوم يوم عيد الأضحى، عيد الأضحى، هذا اليوم عيد الضحية. فاسعدوا أنفسكم، وأسعدوا أنفسكم، وأسعدوا غيركم، وأدخلوا الفرح والسرور على أنفسكم، وعلى جيرانكم، وعلى ذويكم، وعلى أهليكم. وكبروا الله عز وجل بعد كل صلاة، فيقول الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات. فأصلحوا ذات بينكم، فأصلحوا ذات بينكم، أصلحوا ذات بينكم، أصلحوا ذات بينكم. فالأمة الإسلامية كما ترون كلها خصومات وشحناء. لنبدأ بأنفسنا، لعل الله أن يصلح هذه الأمة، أن يصلح هذه الأمة، وأن يرد بها رداً جميلاً، وأن ينصرها على أعدائها. اللهم اغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، آمن روعاتنا، أصلح شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا أقل من ذلك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وعلي كلمة الحق والدين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين، ووفق اللهم أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس لما في خير الإسلام والمسلمين، واصلح ولي عهد مولى الحسن، وأنبت نبات حسنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.